السلام عليكم. إليكم تفاصيل مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أوغندا في تصفيات كأس العالم لإفريقيا. مباراة قوية منتظرة خصوصا بعد هزيمة منتخب الجزائر بعقر ضاري في الجولة الماضية الجولة الرابعة. تحميل مباراة قوية بين المنتخب الجزائري والمنتخب أوغندي، خصوصا أن المنتخب الجزائري في الصف الأول بست نقاط وأيضا منتخب أوغندا بست نقاط. الجزائر الصف الأول 6 نقاط، غينيا ب6 نقاط، وأوغندا ب3 نقاط، موزمبيق 6 نقاط. مباراة قوية منتظرة بين المنتخب الجزائري والمنتخب الأوغندي. المباراة تلعب مساء اليوم 12 من يونيو 2024، وتنطلق سافرة البداية على الساعة 5 بتوقيت الجزائر، المغرب وتونس، والسادسة بتوقيت المصري، والسابعة بتوقيت السعودي إن شاء الله. مباراة تدخل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم مرحلة المجموعات، ومن المنتظر نقل المباراة على قنوات بي إن سبورت.